السلام عليكم الزوفلاون، مرحبا بكم خوتنا، مرحبا بكم في قناتنا الرياضية والإخبارية جياسكا أخبار تيفي. هاد القناة اللي إن شاء الله ديما نشاركوا معاكم فيها الجديد تاع جياسكا وشبيبة القبائل إن شاء الله. فقط ما تنساوش خوتنا باش تدعمونا إن شاء الله بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وأهبط أسفل هذا الفيديو دير لنا جام أخي باش ديما يوصلك الجديد إن شاء الله. كيما راك تشوف خوتنا، كاينين بعض الأشخاص والله صدقوني يستناو فقط في خسارة الفريق ويخرجوا يهضروا، عندما تفوز لا يتكلمون. يعني نهار تربح خاوتنا الجياسكا ما يهضروش، واحد لا يهضر، بصح كي تخسر بكل يخرجوا يهضروا. دونك خاوتنا دائما وابدا مع فريقنا شبيبة القبائل، رانا معاك خاوتنا في الفوز وفي الخساره، واحد ما يقول لكم كذا والله من هيه، رانا معاكم خاوتنا شبيبة القبائل والجياسكا في الفوز والله في الخساره. لازم الشعب ولازم كيما احنا نقولوا الجمهور يدعم خاوتنا ليكيب ديالو، هكذا خاوتنا القادم افضل ان شاء الله. الموسم راهو مازال طويل وثقتنا راهي كبيره فيكم خاوتنا، الموسم راهو مازال طويل والثقه تاعنا راهي كبيره فيكم، وباذن الله باذن الله ديما الافضل خاوتنا. يعني خساره ولا خسارتين ما عندها ما راح يحدلك، الحمد لله. يعني عندنا عده مباريات ربحناهم خاوتنا ودرنا كيما حنا نقولوا ريزلت مليحه ودرنا كلاسمون مليح ودرنا كل شيء نورمال خاوتنا، لازمتنا نكملوا عليها خاوتنا، والقادم راح يكون افضل باذن الله. القادم راح يكون افضل والموسم راهو مازال طويل، وعندنا ثقه كبيره ان شاء الله في شبيبة القبائل وفي الجياسكا، ورانا مدايرين فيها ثقه، والناس خاوتنا اللي قاعدين يستناو في شبيبة القبائل تخسر باش يخرجوا يهضروا، هادو ما عندهم ما يقضيو، هادو ماشي دي سيبورتر صح، حنا نحتاجوا لي سيبورتر الفري، يعني خاوتنا معاها في الربح ومعاها في الخساره، معاها في المليحه ومعاها في الحيره، هكذا خاوتنا. لكن راك مع شبيبة القبائل غير كي تربح ونهار كي تخسر تخرج تهضر عليها وكذا، وليكيب وما عندنا شي كيب غير ما كانت سيبورتي الجياسكا اخي العزيز. دونك خويا العزيز ماذا بينا تكون معاها في الفوز وفي الخساره، وهادو هما صح ناس الشبيبه وناس الجياسكا، يعني الناس الحرين صح، الرجال الاشداء اللي يوقفوا في كل موقف. دونك خاوتنا نتمنوا ان شاء الله منكم تدعمونا، ديروا لنا لي جام ماكس دي بارطاج هذا الفيديو باش يوصل عند كاع الجمهور ان شاء الله، وفيها ان شاء الله الجديد واي حاجه جديده رايحين نشاركوها معكم. والسلام عليكم ورحمه الله.